حيت انا باقي ما فرحتش بواحد ها هو باقي ما خرجش وزاد ها هو الثاني حتى هو طاح يعني حتى هو مشى للحبس مشى للسجن شنو غندير انايا نبقى بوحدي بزاف 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 اخويا بزاف رجع نقول لك انا تنقول لك باقي ما فقتش من الصدمه ديال الاول زدت الصدمه ديال الثاني مع مرة ولدي انا فكر يكون مجرم او يكون شفار حيت هاد الحومه اللي ساكنين فيها حنا غادا غير بالصريقه رفقاء السوء والمخدرات وزيد 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 بزاف ديال الحوايج البلاد مشات ضاعت بالرجال اللي جات تسناوهم نتوما يكونوا ان شاء الله مستقبلا خليفه ديال الرجال اللي حرروها الرجال اللي جابوا لي الاستقلال راه محال واش غادي يخلفوهم ما كاينش الخلف كاين التلف السلام عليكم اللي وقع لي وهو عندي مشكل الوليد ديالي مشى للحبس يعني الولد كان عايش معايا بسلام المهم انا ويا اللي قسم الله تناكلوها واكلين شاربين ناعسين فايقين بخير جات واحد الفتره يعني الولد ما تشاورش معايا حتى المشاوره مشى لعند امو مشى لعند امو صافي انا على بالي الولد راه مع امو عايش مع امو عادي ما انا ما يعني ما الغلط اللي درت ما تابعتوش ما بقيتش مراقبو كيما كنت مراقبو هو معايا هنايا مشى لعند امو على بالي انا راه امو راه دايره مكلفه بالمهمه راه ولدها هذاك نهار على نهار تنتلاقى مع الدري هنا في الحومه عمر شنو كاين هنا شنو عندك هنا شنو تدير هنا لا بابا راهي صحابي لا بابا راهي كدا لا بابا راه حكا راه كذا 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 راه الهضره باينه ديال الولد مع باه راه الكذوب بالعربي والتعربيت يعني الولد عايش مع امو انا كما تنقولوا عايش مع مشاكلي تنفكر شنو غندير في مستقبلي يعني راه كبر ولا راجل راه مشى لعند امو امو راه غتراعيه هاد الامور غادا هاكا راه تنقول الولد راه مع امو راه بخير تا تتفاجئ بواحد المشكل هاد المشكل شنو هو مشكل ديال السرقه دراجة نارية شريتها ليه مو واللي غيقيد ليا الدري فهاد المشكل ديال السرقة بالدراجة النارية وهو ولد رجل الأمن باه بوليسي وكيسرق باه بوليسي وكيسرق وأنا ولدي راه هما عباد الله إلا خرجنا لعند عباد الله وسولناهم على عمر كي كان يقول كذاك الدري كان تيشوف فيه باه تيدوب ما تيجاوبش باه ما تيهش في باه الراس بعد مني ولدي مشى لعند امو ما نقولكش واخا هو ما تيهش فيا الراس ولكن راسو قصاح ماشي معايا انا مع امو اللي وهباتو موطور شرات ليه موطور باش يخرج بزاف ديال الحوايج فهمتوني اخوتي انا راه ما نكذبش على قلبي عامر عقلي عامر بغيت نهضر ماشي بهذه الطريقه اللي تنهضر بها بغيت نهضر بواحد الطريقه اخرى ولكن ما صلحش لي انا نهضر بديك الطريقه حيت متتبعين والناس اللي جالسين قدامي ما يستاهلوش يشوفوني في ديك الحاله اللي باغي نوصل ليها انا حيت انا باقي ما فرحتش بواحد ها هو باقي ما خرجش وزاد ها هو الثاني حتى هو طاح يعني حتى هو مشى للحبس مشى للسجن شنو غندير انايا نبقى بوحدي والبنت اللي تنقول البنت اللي كنت غنلقى فيها المشكل الحمد لله ما كاينش المشكل خدامه بخير وعلى خير يعني دابا المشكل عندي في الاولاد في الرجال اللي كنت انا تنطلب من الله وتنترجى من الله يكونوا خليفه ديالي ويعوضوني داكشي اللي ما درتش انايا ساعه حنا ما شفت والو انا في هاد البلاد هادي يعني انا تنشوف هاد البلاد هادي فيها غير الدمار فيها غير المشاكل فيها بزاف ديال الحوايج بزاف 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 اخويا بزاف رجع نقول لك انا تنقول لك باقي ما فقتش من الصدمه ديال الاول زدت الصدمه ديال الثاني واللي هو صغير بحالي حتى انا الصغير في الخوت راه ما نقولش لك انا راه غنحماق عارف طريق ولادي غنحماق ما جامي دلافي وجامي واش كان تيفكر داك الولد يكون في هذا المستوى هذا جامي ما عمر ولدي انا فكر يكون مجرم او يكون شفار حيت هاد الحومه اللي ساكنين فيها حنا غادا غير بالسرقه غادا غير بالسرقه المخير تخرج تسولو يقول لك الحومه فيها تشفار
المخير تسول وتقول لي ولاد حي نبيات علاش ضايعين يقول لك شاش فارس. المخير تخرج تسول وتقول له ولاد حي نبيات شنو هو السبب ديالو ما يقول لك شاش فارس. تشوفوا بشي ضحية رفقاء السوء. رفقاء السوء والمخدرات وزيد 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 بزاف ديال الحوايج كما قلت كما قلتي في الروبورتاج الاول راه لا اله الا الله محمد رسول الله. راه هاد البلاد هادي الا ما كانش ليها واحد الرعايه مزيانه راه دا مشات لها رواس اش خلاوها السلوح البلاد مشات ضاعت. بالرجال اللي تتسناوهم انتم يكونوا ان شاء الله مستقبلا خليفه ديال الرجال اللي حرروها الرجال اللي جابوا لي الاستقلال راه محال واش غادي يخلفوهم ما كاينش الخلف. باش نقول لكم انا كاين التلف الخلف راه ما كاينش. اما تعاولوش تقولوا المغرب راه غادي يكون عنده الخلف غتكون تارجليت من هنا لقدام راه تارجليت ما كايناش جامي الخلف واش غيكون حيت مهما غيكون ولدي صفار ولد اخر صفار ولد اخر صفار ولد اخر صفار. البلاد ضاعت البلاد مشات لا اله الا الله محمد رسول الله. تنطلب منهم تنترجى الله وتنترجاهم يشوفوا من بعين الاعتبار ويشوفوا فيا بعين الرحمه. راه ما فعاليش راه ما عنديش باش انا راه ما تبعتش الاول انايا راه ما ديتش لي حتى وجهكم حتى تسليب حتى ما يوم ديتوش. انا تنطلب الله تنطلب الله انا يديروا معايا شي حل مهم ما يعطيوش عقوبه قاصحه وما عرفتش شنو غنقول لكم ما عرفتش ما انا راه تنحشم يعني. وتانتا يوسف انا معروف في الحي ديال لا جامد لافي خرج سول عليا خويا بيديك انت دابا نيت فهاد اللحظه هادي خرج سول عليا انت دابا نيت فهاد اللحظه هادي وقول لهم داك الانسان يوسف ممادو اسد واش عمرو صفر شي واحد في الحومه وتجيب الجواب معاك انت بوحدك. كما قلت لكم في الروبورتاج الاولاني ها هما تصويره ديال تيكواندو ودوزنا دوزنا البطولات وما عرف شنو وما تيسراتش يعني. انا بغيت نشوف وليداتي في المستوى اللي كنت فيه انا. انا ما بغيتش وليداتي يضيعوا انا ضعت ما بغيتش وليداتي ولا وليدات المسلمين يضيعوا يعني. راه الحياه تتكون مبنيه على تفاهم على بزاف ديال الحوايج تكونوا زوينين في الحياه تمشي عليهم بنادم. اما الا غنمشيو على الحاجه الخايبه ما كاينلاش نبقاو عايشين في الكره الارضيه اللهم نموتوا الا شي واحد النهار يوقع ما عمرني كنت متوقع انا حياتي يكون فيها هادشي. ابر وليداتي انا حياتي ما كنتش متوقع يكون فيها هادشي. حتى حنا ولينا مسمين مع الخايبين ولينا مسمين مع المجرمين ولا اله الا الله محمد رسول الله. شنقول لك راه عقلي سبحان الله العظيم ملي انا باقي متحكم فيه وباقي تنعرف اش ندير وباقي تنعرف اش نقول راه ما عمرني غتوقع لي شي حاجه العقلية. راه الحمد لله باقي بكامل قواي العقليه والله. وصل لي رساله نقول ليه شوف بعين الرحمه وحسب داك الولد اللي غيوقف قدامك حسبه ولدك دار اول مره الخطا واخر مره يعني وشوف من حاله. هذا هو اللي غنقول الله يرحم ليه الوالدين.